سؤال لطيف. صاحبه يقول: حكم الصلاة خلف المدخن، حكم الصلاة خلف المدخن. يا عبد الله، اختلف الأئمة في صحة الصلاة خلف الفسقة المجاهرين بفسقهم وبمعاصيهم. من كان مستور الحال لا علاقة لنا بما استتر من حاله. نتكلم على من جاهر بالمعصية، والدخان معصية صاحبها في العادة في الغالب يعني يجاهر بها أمام الناس. لكن جماهير أهل العلم على صحة الصلاة خلفه. من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره مع كراهيتها. الإمام النووي يقول في المجموع: صلاة ابن عمر، نعم، صلاة ابن عمر خلف الحجاج ابن يوسف ثابتة، ثابتة في صحيح البخاري وغير ذلك في الصحيح، أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة خلف الفسقة والجائرين. فالصلاة وراء الفاسق صحيحة، ليست محرمة لكنها مكروهة. طيب الحل إيه؟ إذا أمكن تنحية الفاسق عن الإمامة بغير مفسدة راجحة فلا ينبغي أن نقصر في هذا، لأن ولاية إمامة الصلوات من جنس الأمانات التي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لا يصلح لمجلس إدارة مسجد أن يأتي بأحد الفسقة ويقلد إمامة المسجد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ويبد أن يكون السعي إلى تغييره من خلال القنوات، يعني قنوات التغيير المعهودة في هذا البلد، آليات للتغيير وآليات منضبطة. ونحن نختزن، وقد جئنا من المشرق المأزوم، تختزن ذاكرتنا عللا وأوجاعا مهاجرة هاجرت معنا. فيا عبد الله، في هذا البلد في مؤسساته آليات منضبطة للتغيير، لو سعيت من خلالها لتحقق لك ما تريد من غير مفسدة الراجحة. إذا لم يتيسر هذا لأي سبب من الأسباب، ماذا يفعل؟ نقول له: يا عبد الله، إن كان هناك مسجد آخر ولو كان أبعد ممشى، اذهب إلى هذا المسجد الآخر تشبثا منك بالاقتداء والائتمام بالصالحين من عباد الله. لا والله ما فيش، لا يوجد مسجد آخر، أنا بين خيارين، أصلي في البيت أو خلف المدخن. لا، أصلي خلف المدخن يقينا. إذا كان الخيار بين صلاتك في بيتك وترك الجمع والجماعات أو الصلاة خلف المدخن أو الفاسق، لا، أصلي خلف المدخن أو الفاسق، فإن الصلاة أحسن ما يفعل الناس. إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم، وإن أساءوا فلهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، يعني لكم الجانب الصالح وعليهم الجانب السيء. فهذا هو يعني خلاصة القول في هذه المسألة يا عبد الله، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين،